الرحيم. الغيبة من الذنوب التي تهاون بها كثير من الناس، مع أن الشرع رتب عليها عقوبات شديدة. هقول لكم على 4 عقوبات. العقوبة الأولى أن الغيبة من كبائر الذنوب، وهذا نقله الإمام القرطبي، نقل الإجماع على أن الغيبة من الكبائر، وهو يفسر قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فقال: وأجمع العلماء على أن الغيبة من كبائر الذنوب. وعندنا نص بيقول إن الغيبة من الكبائر، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق. ده في ناس يا اخوانا كده بتعمل الكبائر ليل نهار، كبائر. طيب، العقوبة الثانية أن الغيبة من علامات ضعف الإيمان. اسمع حديث أبي داود اللي هو من رواية أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة حتى أسمع العواتق في البيوت، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. شوف، قال يا من آمن بلسانه، لأن الإيمان لما يكون إيمان صحيح ويكتمل في القلب يمنع اللسان انه يكون معولا يهدم في اعراض المسلمين. كل ده الغيبة. نعم. العقوبة الثالثة ان الغيبة من موجبات عذاب القبر. في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: انهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، الا انهما كبير، اما الاول فكان يمشي بين الناس بالنميمة. احنا قلنا قبل كده ان في فرق بين النميمة وبين الغيبة، بس عندنا رواية اخرى عند ابن ابي الدنيا في كتاب الصمت بسند جيد: واما الاخر فكان يغتاب الناس. فقال العلماء من اسباب عذاب القبر الغيبة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به قال: رأيت اقواما لهم اظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم. آخر حاجة، الغيبة مضيعة للحسنات، لأن حضرتك كل ما بتغتاب حد بتديله حسناتك، يعني ينال يوم القيامة حسنات جزاء على مظلمة الغيبة. ولذلك يقول ابن المبارك: لو كنت مغتابا ولا بد لاغتبت والداي فهما الأحق بحسناتي. يعني تلاقي راجل بيصلي الفجر، بيقيم الليل، بيذكر الله أذكر الصباح والمساء، بيتصدق، وممكن لما يجي ينام ما يكتبلوش ولا حسنة، أو كتبت له حسنات لكن ستضيع منه يوم القيامة. ليه؟ لأنه في الشغل بيغتاب، لأنه مع زوجته بيغتاب، لأنه مع أصحابه بيغتاب، ضيع حسناته. ولذلك لما قال رجل للحسن البصري: اغتبتني، فقال له الحسن: يا ابن أخي، والله ما بلغ قدرك عندي أن أعطيك من حسناتي. مفيش حد يا أخواننا غالي جدا للدرجة اللي احنا نديله من حسناتنا اللي تعبنا فيها. ما ينفعش اللي انت تقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، كده انت بتضيع حسناتك. منعرفش قيمة الغيبة قد ايه حسنات. ممكن الغيبة بصلاة فجر، ممكن الغيبة بصدقة ب50 جنيه، كل ده يضيع بسبب انك غير منتبه لهذا الامر. الغيبة من الكبائر، الغيبة من علامات ضعف الايمان، الغيبة من اسباب عذاب القبر، الغيبة مضيعة للحسنات. دي كلها عقوبات تخلينا نمتنع عن الغيبة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.